بعد ما تخرجت من الثانوية العامة ما كنت متأكد وين أروح وشو الوظيفة اللي ممكن تناسبني، بس كنت أعرف شيء واحد، أني أشتغل في مكان يعطيني الدافع بأني أتحدى نفسي كل يوم وأنمي قدراتي ومعرفتي. أول ما سمعت عن الإمارات العالمية للألمنيوم تخيلت أنها بتكون مجرد وظيفة عادية، بس بعد ما انضميت للفريق وبديت بالشغل تبين لي أن الموضوع أكبر مما تخيلته. كل يوم غير، كل يوم له تحدي وفرص مختلفة، كل يوم أتعلم شيء جديد وأنمي نفسي ومهاراتي بأشياء متنوعة. كمتدرب في برنامج التدريب الوطني التابع للإمارات العالمية للألمنيوم، أنا اليوم فخور بنفسي أني قدرت أحقق المهام اللي علي وأكثر، وساهمت في أني أكون جزء من التغيير الإيجابي في عملنا. هذه رحلتي وهذه مجرد البداية.